ارتفع الإقبال على السياحة الداخلية بمنتجع حمامات معين إلى نحو 30% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق إدارة المنتجع الحكومي. إدارة المنتجع تعزو نمو السياحة إلى تحديث المرافق العامة للزائرين واستحداث شلال رابع إلى جانب بناء جدران استنادية وسلاسل حماية إضافية من السيول والأمطار. وأشاد زوار بتجربة الشلال الساخن البارد المخلوط بمياه كبريتية علاجية ليكون مزيجا تتدرج فيه درجات الحرارة من 20 إلى 60 درجة مئوية في نفس الوقت. قمنا بتوسيعات كثيرة في هذه المنطقة، منها إضافة شلال رابع داخل هذه المنطقة، فتح الساونا للرجال وللسيدات، توسيع شلال المحجبات كان يتسع تقريبا 70 إلى 80 شخص، هسه صار تقريبا بوسع من 200 إلى 250 سيدة، منطقة خاصة هاي للمحجبات. حتى من مستوى السلام العامة في آخر سنتين إحنا وسعنا الوادي وعملنا له زي جابيون حتى لحماية أكثر، نعم، من قسم السلام العامة. حمامات معين مخدومة وبتجنن، إحنا بنص الصيف اللي تفاجأنا فيه إنه الشلالات المي مخلوطة ما بين حامية وباردة، فاللي بينزلها ما بتفرق معاه الحرارة، بالإضافة لنا مي معدنية مفيدة للروماتيزم لأوجاع الظهر، والخدمات ممتازة ومسهلة الأمور. سمعنا عنها كثير وشفنا عنها كثير، فأجينا نشوف المكان كيف هو، نوثق المكان. مكان كثير رائع وكثير مرضي للجميع، والنظافة هون كثير ممتازة والخدمة كثير ممتازة، وكمان زي ما انت شايف مناظر كثير طبيعية هون وكثير حلوة، والشلالات سخنة كثير. المكان يعني فوق الخيال، فوق الوصف، جميل جدا جدا، الطبيعة فيه خلابة بشكل مش معقول، النظافة يعني ممتازة طبعا، بس برضو ستيل عايز برضو أكتر يتعمل كنترول، برضو تنظيم أفضل من كده.